أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنت إن شئت يا رب العالمين تجعله الصعب سهلا. بإذن الله رب العالمين سوف نتكلم على التغير الطردي والتغير العكسي في هذا الدرس، أي في هذا الفيديو. سوف نقارن بين التغيرين، التغير الطردي والتغير العكسي، ونعلم ونتعلم كيف نتعامل معهما وكيفية شكل التغيرين. بإذن الله هذا درس جميل وشيق، وسوف تستفيدون منه الكثير. في أولا نتكلم على التغير الطردي. التغير الطردي هذا بيمثل بخط مستقيم، هو علاقة بين متغيرين، وهو من الدرجة أو معادلة من الدرجة الأولى، يمثل بخط مستقيم. ومهم جدا الحتة الجاذبة، يمر بنقطة الأصل. لو ما مرش بنقطة الأصل ما تقوليش عليه تغير. يبقى إذن التغير الطردي هو علاقة بين متغيرين وبيمر بنقطة الأصل، بيمثل بخط مستقيم. أما التغير العكسي من الدرجة الأولى تمثل بخط مستقيم لأنها دلت خط مستقيم، يمر بنقطة الأصل. ليه؟ لأن أنت لو حطيت س بصفر يبقى سطح تساوي صفر، يبقى لازم يمر بنقطة الأصل، غير كده ما يبقاش تغير. ده بنسميه ثابت التناسب، ثابت التناسب، ودائما بيكون ثابت في نفس العلاقة أو نفس التغير زي التلاتة في الدالة دي. طيب نشوف بعض الأمثلة. مثلا لو شفت كده هوت الدوال ديت، بقول لك ايه في ديت بتمثل، انا جبتها جاهزه بس عشان ما نضيعش وقت. بيقول لك ايه دول، ايه اللي فيهم بتمثل بتغير، بتمثل تغير طرديا. احنا اتفقنا لابد ان يمروا بنقطه الاصل، ديت ما بتمرش ولا دي، يبقى دي اللي بتمر بنقطه الاصل يبقى ده تغير طردي. دي ما هيش خط مستقيم، ده ما هيش خط مستقيم، انكسر اهوت، يبقى ده كمان مش تغير طردي. طب دي بنقطة الأصل وخط مستقيم، يبقى تغير طردي. ده خط مستقيم لا يمر بالأصل، لا مش طردي. ده خط مستقيم اهو وبيمر بالأصل، يبقى تغير طردي. ده منحنى بيمر بنقطة الأصل، لا يبقى مش تغير طردي. يبقى أنا بس عندي تلاتة، دي ودي ودي، هما دول اللي في المسألة ديت بيسموا بالتغير طردي. طيب في حاجة بقى، لو في عندي حالتين بيقول لك إن الصاد بتساوي بتتغير طرديا مع س. مثلا يعني لو انت بتملى خزان مية، فقال لك في الساعة التالتة الخزان في الساعة التانية الخزان اتملى نصه، يبقى بنقول ايه بقى؟ ص بتساوي مثلا نص س. هنعوض الساعة التانية هتلاقي ص بايه؟ بواحد. الساعة التانية يبقى صاد بواحد. طب في الساعة التالتة يبقى صاد بتساوي نص سين، هتعوض خلينا في الساعة الرابعة يبقى صاد باتنين، يبقى عند سين بتساوي اتنين يبقى صاد بايه؟ بتساوي واحد. عند سين بتساوي اربعة يبقى صاد بتساوي اتنين. فعلشان كده بنقول ان في عندي علاقة صاد واحد على صاد اتنين، وعشان هو تغير طردي بتساوي سين واحد على سين اتنين. وممكن يقول لك بقى اذا كان عندي الساعة الاولى اتملى بقت صاد باتنين، فاوجد هو عند الساعة التالتة، يبقى هنقول ان اتنين بتساوي على صاد اتنين، عاوزين كمية المية اللي بعد الساعة التالتة، يبقى بتساوي ايه؟ واحنا قلنا عند الساعة الأولى أصبح باتنين، عند الساعة التالتة بكام؟ يبقى تلاتة، دي الساعات ودي ملء الخزان. يبقى إذا صاد اتنين بتساوي اتنين في تلاتة بستة، يبقى عند الساعة التالتة هيبقى فيه ستة متر مثلا أو ستة وحدات.
خلاص. يبقى في عندي علاقة، إذا كان في عندي حالتين في المسألة بستخدم دي. هنشوف الكلام ده بالتفصيل في المسألة، بس ننتقل بسرعة إلى التغير العكسي. التغير العكسي بقى بتقول إن هو صاد التغير العكسي، صاد بتساوي واحد على بتتناسب عكسيا مع سين. دي كانت صاد بتتناسب طرديا، دي كده طرديا مع سين، لان دي في البسط دي في البسط، اما دي في البسط دي في المقام. يبقى بنقول صاد مش معنى العلامة دي، وهنخليها نفس العلامة هيت، واحد على سين تتناسب عكسيا مع واحد على سين، يعني صاد بتساوي معامل التناسب برضو على سين، ميم على سين. وبرضو لو في عندي حالتين هتبقى صاد واحد على صاد اتنين بتساوي بقى صاد واحد يبقى في المقام سين اتنين سين واحد، وهنا صاد اتنين العكس، هنا سين اتنين العكس، صاد واحد فوق هنا تبقى تحت، هنا صاد اتنين تحت تبقى دي هنا فوق، عشان لا نضيع وقت. تمارين 8 على التغير الطردي والتغير العكسي، أكمل ما يأتي. إذا كانت سين العلامة دي تغير طردي مع مين؟ مع صاد، فإن سين بتساوي، تقول له بتساوي معامل التناسب في صاد. طب إذا كانت عين بتساوي ميم على سين تربيع، يبقى دي تغير إيه؟ عكسي مع مين؟ مع مربع السين، حيث ميم ثابت لا يساوي الصفر، فإن عين تتناسب عكسيا. طيب هو عاوزها شكلها دي، يبقى بنقول تتناسب مع مع واحد على سين تربيع. طب إذا كانت صاد تتناسب مع سين طرديا، يبقى سين واحد على سين اتنين بتساوي صاد واحد على صاد اتنين. طب إذا كانت سين تتغير عكسيا مع صاد، فإن الصاد واحد يبقى هنا سين واحد، صاد اتنين هنا سين اتنين. ليه؟ لأن دي عكسي. إذا كانت صاد بتساوي 3 على 5 سين، فإن صاد تتناسب مع مين؟ مع سين. ده مع يساوي، ده هو مع يساوي بيساوي علامة التناسب. إذا كانت صاد تتناسب مع 5 على سين، فإن صاد تتغير عكسيا مع مين؟ يبقى صاد تتغير عكسيا مع مين؟ مع سين. تمام؟ طب لو قال لك طرديا، تقول له مع المعكوس الضربي لسين. طب إذا كانت سين ناقص 2 صاد بتساوي صفر، فإن سين هخليها تقول لي إن سين بتساوي، تنقل دي مع الصفر يبقى 2 صاد، يبقى فإن سين تتناسب طرديا مع صاد، لأن الاتنين مع اليساوي هي علامة التناسب. طيب إذا كانت 2 سين صاد بتساوي 5، فإن سين يبقى تقول له سين بتساوي ايه؟ 5 على 2 صاد، يبقى الخمسة على 2 والصاد تحت في المقام، يعني بتساوي 5 على 2 في 1 على صاد. ده كده ثابت تناسب، تناسب عكسيا مع صاد او طرديا مع المعكوس الضربي لصاد. اذا كانت صاد تتناسب مع سين، وكانت صاد بتساوي 2 عندما سين بتساوي 8، فان الصاد بتساوي كم لما سين بتساوي 12؟ هو ده اللي انا بقول لك عليه، دي اسمها وجود حالتين في المساله. الحاله الاولى اهي، الحاله الثانيه المجهول مع دي. يبقى على طول هو تناسب ايه؟ طردي، بقول له صاد 1 على صاد 2 تساوي سين 1 على سين 2. صاد 1 بكام؟ صاد 1 اهي، صاد اتنين اهي، سين اتنين اهي، يبقى اقول له الكلام ده صاد اتنين باتنين على صاد اتنين عاوزها بتساوي سين واحد بتمانية على اتناشر على اربعة، فالاتنين على اربعة في التلاتة على الاتنين في الواحد على الاتنين في الواحد، باذا صاد اتنين في واحد صاد اتنين بتساوي واحد في تلاتة بتلاتة، يبقى صاد اتنين بتساوي كام؟ تلاتة في حالة الاتناشر، سين باتناشر. إذا كانت صاد تتناسب عكسيا مع واحد على سين، وكانت صاد بتساوي تلاتة عندما سين بعشرين، فإن هو عند سين باتناشر، فإن يبقى نقول له برضه صاد واحد على صاد اتنين تساوي سين اتنين على سين واحد، ونعوض صاد واحد صاد دي واحد دي اتنين.
صاد واحد بتلاتة، بتلاتة على صاد اتنين مجهولة بتساوي سين واحد، سين اتنين باتناشر على عشرين، على التلاتة فالاربعة، على الاربعة فالخمسة، يبقى صاد اتنين بتساوي خمسة. إذا كانت صاد تتناسب مع سين، وكانت صاد بتساوي اتنين عندما سين بتساوي نفس الكلام، يبقى صاد واحد على صاد اتنين، بس دي طردي، يبقى سين واحد على سين اتنين، لو طردي يبقى كل حاجة قبل، عكسي تبقى معكوس. يبقى نعوض صاد واحد اتنين على، هو عاوز مين؟ صاد اتنين، بقول هنا صاد باتنين ودي باربعة، فإن صاد بتساوي كام؟ بتساوي كام؟ يبقى نعوض، بقى هنا ودي هيبقى لها حل مختلف عن دي. هو بيقول لما يكون عندنا صاد تناسب مع عكسية طردي مع سين، يبقى نقول له صاد بتساوي ميم سين، هو عطيني حالة واحدة بيقول لك ان صاد باتنين وسين باربعة، يبقى هو عاوز من كده احسب له ايه الميم، يبقى اربعة في ميم بتساوي اتنين، يعني ميم بتساوي اتنين على اربعة بتساوي نص، يعني صاد بتساوي نص سين، تمام؟ هو عاوز دي، يبقى تقول له صاد بتساوي نص سين. اذا كانت صاد تتناسب مع سين وكان طردي، وكانت صاد بتساوي ستة عندما سين بتساوي أربعة، فإن الصاد على سين بكام؟ هنشوف، هو صاد طرديا يبقى نقول له صاد بتساوي ميم سين، نعوض عن صاد بستة وسين بأربعة، يبقى ستة بتساوي ميم في أربعة، يعني ميم بتساوي ستة على أربعة بتساوي تلاتة على اتنين، تصبح صاد بتساوي تلاتة على اتنين سين، يبقى صاد على سين بتساوي تلاتة على اتنين. لو عاوز دي، صاد على سين بتساوي تلاتة على اتنين اللي هي بواحد ونص. إذا كانت ثاء اللي هو ثابت يعني بتساوي ميم على كاف على ميم كاف، ثاء اللي هو أي حاجة ممكن تكون حاجة تبع الفيزياء، ثاء بتساوي ميم في كاف على حاء، ممكن تكون دي الكتلة، دي الكثافة، دي الكتلة، دي الحجم. إذا كانت الكثافة فبتساوي ميم في كاف على حاء، حيث ميم ثابت لا يساوي الصفر، فإن ثاء تتغير مع كاف عند ثبوت حاء. أيوة، شوف الثاء دي ثابت خلاص، ده قال لك إن دي ثابت، تمام، انتهينا منه. بيقول لك الثاء تتغير مع كاف، مع كاف لما هتثبت حاء هيبقى كده، هو ده كده إيه؟ ثابت كله. هو بيقول لك عند ثبوت حاء، يعني حاء هتثبت مع ميم، هيبقوا الاتنين ثابتين، هيدوا مقدار واحد كسر او عدد ما يليش دعوه. لكن ايه التغير هيحدث بين ميم مع ثاء وكاف؟ تغير نوعه ايه؟ دي في البسط ودي في البسط، يبقى طردي، يبقى تتغير طرديا مع كاف عند ثبوت الحاء، وثاء تتغير مع حاء لما ثاء بقى هتتغير مع حاء عند ثبوت الكاف، هتتغير ايه؟ ده بسط وده مقام، يبقى عكسيا، تمام. السؤال الثاني، اذا كانت صاد تتغير طرديا مع سين، وكانت صاد بتساوي 20 عند سين بتساوي 7، فاوجد سين عندما صاد بتساوي 40. يبقى انا عندي حالتين، الحاله الاولى هي دي واحد ودي واحد ودي اتنين ودي اتنين، هو تتغير مين؟ طرديا، يبقى اقول له صاد واحد على صاد اتنين تساوي سين واحد على سين اتنين. طب صاد واحد بكام؟ عشرين على صاد اتنين اربعين، بتساوي سين واحد بسبعة على سين اتنين عايزها، فاوجد سين اتنين، تمام، مع دي فهل اتنين، يبقى سين اتنين بتساوي اتنين وسبعة باربعتاشر، يبقى سين اتنين بتساوي كام؟ اربعتاشر، تمام كده. ننتقل للصفحة التالية. إذا كانت ألف تتغير عكسيا بتغير باء، يبقى ألف تتغير مع واحد على باء، وكانت ألف باتناشر عند باء بتمانية، أوجد قيمة ألف عند باء بواحد ونص، وباء عند ألف باتنين. يبقى دي مسألتين، المسألة الأولى دي واحد ودي واحد، دي واحد ودي واحد، ديت بقى هتبقى اتنين
ودي اتنين في مسألة، دي تلاتة ودي تلاتة، هنحلهم مسألتين. تمام كده؟ يبقى في الأولى هو عكسيا، يبقى نقول ألف واحد على ألف اتنين تساوي باء اتنين على باء واحد، دول ثابتين، يبقى 12 على بتساوي 8. حالة الحالة التانية، ألف بكام؟ عاوزها ألف اتنين لما باء بواحد ونص. تمام؟ هنقسم واحد ونص على الاتناشر، أو ممكن تشتغلها بالحسبة، لكن هي واحد ونص على الاتناشر فيها ستة. فالتسعة، نعم، فالتسعة، تسعة في واحد ونص باتناشر. يبقى إذن ألف اتنين بتساوي تسعة في تمانية بأربعة، باتنين وسبعين. أحسن حاجة نحسبها على طول بالحسبة. يبقى نقول إيه؟ اتناشر في تسعة في اتناشر في تمانية على واحد ونص بتساوي 64. بتساوي كام؟ يبقى ألف اتنين بتساوي 64. طب الحالة التانية هيبقى بقى ايه؟ عندي 12 على بتساوي 8، بتساوي 8 على باء بتلاتة، يبقى الباء هنا تلاتة، والألف الباء لسه عايزينها هنا باء، والالف ب 2 على دي، ف 6، 6 في 8 ب 48، يبقى باء بتساوي 48. اذا كانت ص تتناسب مع س، وكانت ص بتساوي دي برضو حاله ثانيه، حالتين لمساله تغير طردي نفس اللي فات. نشوف دي كده، اذا كانت ص تتناسب عكسيا مع 1 على س، يبقى اذا ص 1 على ص 2 تساوي س واحد اتنين على س واحد. وكانت ص بتلاتة عندما س باتنين، ص بتلاتة على هنا كانت باتنين، هنا تلاتة هنا اتنين. فأوجد العلاقة بين س والص. طيب يبقى ده ايه؟ أسلوب تاني في الحل. يبقى نقول له ص واحد بتساوي ميم على س واحد. يبقى أنا عايز أجيب ميم، يبقى أقول له تلاتة بتساوي ميم على اتنين، اتنين في تلاتة بستة، يبقى ميم بتساوي ستة، تصبح صاد عموما بتساوي ستة على سين. وكمان في الحالة التانية هو وبقول ثم أوجد قيمة صاد عندما سين بواحد ونص، يبقى إذا صاد بتساوي ستة على واحد ونص بتساوي أربعة. تمام كده؟ بتساوي 4. نشوف بعض التمرين كمان، حل بعض التمرين. إذا كانت ص تتناسب مع س تكعيب، تتناسب عكسيا مع س تكعيب. وكانت ص بتساوي 64 عندما س بتساوي 2، أوجد العلاقة بين س وص. يبقى أنا عايز أحسب العلاقة بين س وص، وأوجد قيمة ص عندما س. يبقى أول ص بتساوي س تكعيب، أي أن ص بتساوي ميم في س تكعيب، لأنها كانت أصلا ص تتناسب مع س تكعيب، فمنها ص بتساوي ميم س تكعيب. ص ب 64 وس ب 2، يبقى 64 بتساوي ميم في 2 تكعيب اللي هي 8، يبقى ميم بتساوي 64 على 8 بتساوي 8. أصبحت العلاقة بتاعتي بقى ص بتساوي 8 س تكعيب. جبت له العلاقة اللي هو المطلوب الأول، أوجد العلاقة بين س وص، وأوجد قيمة ص عندما س بنص. يبقى أقول عند س بتساوي نص، يبقى ص بتساوي 8 في 1 على 2 تكعيب اللي هي 8 بتساوي 1، يبقى ص بتساوي 1. إذا
السؤال 9، إذا كانت صاد بتتغير عكسيا مع جذر السين، بنقول صاد بتساوي ميم على جذر سين، وصاد 2 عند سين ب16، صاد ب2 وسين ب16، أوجد صاد عند سين ب32، أوزن صاد لما سين ب32، بنقدر نقول صاد 1 على صاد 2 بتساوي جذر سين 2 جذر سين 1. صاد 1 بكام؟ ب2 على صاد 2 بتساوي جذر سين 1، ودي سين 2، سين 1 ب16 وهنا جذر 32. يبقى إذن دول بيساوي 32، عبارة عن 2 في 16، 32 16 بتطلع من تحت الجذر واربعة، بيبقى جذر 2 على 4. يبقى إذن على 4 في 1 على 4 في 1، يبقى 2 على صاد 2 بتساوي جذر 2. إذن 2 في جذر 2 في صاد 2، يبقى صاد 2 بتساوي 2 على جذر 2. ده في ده تساوي 2 في 1. نضرب بسط ومقام في جذر 2، تديني 2 جذر 2 على 2، مع 2 في 1 بتساوي جذر 2، يبقى صاد 2 بتساوي جذر 2. سؤال 10، صاد تربيع التناسب مع سين تكعيب طرديا، يبقى صاد تكعيب بتساوي ميم سين تربيع دي ودي تكعيب، دي جيم 10. أوجد العلاقة بين سين وصاد حيث صاد ب3 وسين ب2، يبقى نعوض عن صاد ب3 في 3 ب9 بتساوي ميم، 2 في 2 ب8، يبقى ميم بتساوي 9 على 8. يبقى العلاقة صاد تربيع بتساوي 9 على 8 سين تكعيب. شوف السؤال بعد كده، إذا كانت صاد تتناسب مع سين زائد 1، وكانت سين ب3 عند صاد ب2، يبقى نقول صاد ب2 بتساوي 3 زائد 1 في ميم، ده طبعا ده في ميم، يبقى ميم بتساوي 2 على 4، ما 3 زائد 1 ب4 على الاتنين دي، تبقى ميم بتساوي نص. طيب يبقى صاد بتساوي نص في سين زائد 1، فأوجد العلاقة بين سين وصاد، خلاص جبت له العلاقة. تمام، طيب احنا خدنا، هناخد السؤال ده كمان الاخير ده، بين اي من الجداول الاتية يمثل تغيرا طرديا، وايها يمثل تغيرا عكسيا، وايها لا يمثل تغيرا طرديا او عكسيا مع ذكر السبب في كل حال. انت علشان يمثل تغيرا طرديا نقسم صاد على سين يدي ثابت، عشان يمثل تغيرا عكسيا نضرب صاد في سين يدي ثابت. تعال نضرب كده، 3 في 20 ب60، 5 في 12 ب60، 4 في 15 ب60، 6 في 10 ب60، يبقى ده تغير طردي عكسيا. ليه؟ لان انا ضربت السين في صاد بيديني مقدار ثابت. طب نضرب 2 في 9 ب18، 4 في 18، ما تنفعش. طب نقسم صاد 9 على 2 فال4.5، 18 على 4 فيها ال4.5، 54 على 12 فيها ال4، في 12 ب48 وباقي 6 يبقى 4.5، 6 على 12 فال5، 72 على 16 فال4.5، يبقى دي تغيرا طرديا، لان لما بنقسم الصاد على السين بيدي ثابت. طب دي 9 على 5
خمسة في تسعة، خمسة في تسعة بأربعين، عشرة في تمنتاشر مية وتمانين، الضرب مش نافع. تسعة على خمسة فهل ليه الواحد، وأربعة على خمسة تمنتاشر على خمسة دي واحد وأربعة يعني واحد وتمانية من عشرة، تمام. وتمنتاشر على عشرة بواحد وتمانية من عشرة، سبعة وعشرين على خمستاشر أهي، سبعة وعشرين على خمستاشر بتساوي برضو تسعة على خمسة اللي هي بتساوي واحد وتمانية، واحد وتمانية. خمسة وأربعين على خمسة وعشرين هتدي برضو واحد وتمانية، خمسة وأربعين على خمسة وعشرين بتساوي تسعة على خمسة اللي هي واحد وتمانية، يبقى ده تغيرا طرديا. طيب دي تلاتة في ستة بتمنتاشر، اتنين في تسعة بتمنتاشر، سالب في سالب موجب، سالب هنا في خلل اهو، هنا تمنتاشر موجب، دول تمنتاشر، سالب في سالب موجب، اتنين في تسعة بتمنتاشر، دي سالب واحد في سالب تمنتاشر بسالب تمنتاشر مش نافعة، لأن غيرت الإشارة، سالب اتنين في تسعة بتمنتاشر بس بسالب تمنتاشر، دي لا يمثل تغيرا طرديا. طرديا ولا عكسيا. وإن شاء الله نلتقي في الفيديو الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.